سلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا جايه النهارده عشان اسلم ماما الشقه وخلاص، وبقى اي حاجه بقى كده عايزينها هم يعملوها. بصوا بقى، انا بعد ما خلصت التوضيب وكله وخلصت والسقف اهو كله تمام، وركبت لها موتور الميه، ركبت لها موتور لوحدها بعيد عن السكان عشان ما حدش يضايقها. روحي يا صدفه يا بنتي فاطمه، ربنا ينصرك على من يعاديك يا رب. بص بقى، انا ولاد الحلال اديتها الطقم اللي هو اللي كان بتاع الكشميل ده. استنى اقول لكم حاجه، هي ادتني كل حاجه. استنى بقى، كل حاجه. بسم الله، الترابيزه هي بتاعت الطقم، وجبت لها حتى حافظه جديده بلاستيك اهي شفاف، عشان خاطر بدل اللي كانت عندي، اللي كان عندي كان كيس انا كنت مركبها، لكن دي حافظه مشتريها امبارح، دي ب 900 جنيه الحافظه دي، عند واحد بيعملهم عموله كبيره بطول السجاده كلها، عشان خاطر لما تحطها تبقى شفافه وباينه اهو. والطقم اللي انا كنت مديه لها كامل بس اتكسر منه من كام يوم، كام كوبايه عندي، رحت مديها الطبق الطقم الابيض ده مكانه اهو. والطقم ده كمان، لان انا هطلع طقم الصيني بتاعي، فدول دول عشان خاطر ايه؟ يبقى عندك كله في المطبخ حاجات جديده. وهي عملت قاعده للمطبخ، صح يا ماما؟ عملت قاعده للبوتاجاز، بس انا جاي اركبها. والميكروويف جبته لها، وهي عايزه شفاط، قلت لها هات الشفاط على حسابك. ربنا يرزقك يا صدفه يا بنت فاطمه من نعيمه يا بنتي يا رب. اصبري بامك. ربنا يخليك يا ماما. بصوا بقى هنا عشان تشهدوا بس يا ناس، اشهدوا. بصوا، دي اوضه هدى، دي اوضه هدى، اديتها مخده لافا لافا ومرتبه لافا لافا وسرير لافا لافا اهو اهو، والبين باجز بتاع لافا لافا اهو. بصوا بقى هنا، حطوا الغساله في البلكونه اهي. امال ده ازرق ولا ازرق تكييف؟ هي الغساله هنا اهي في التلاق في البلكونه، بس طبعا ده كله غسيل عايز يتغسل، فاحنا ايه، انا عمال اغسل جوه شويه هم شويه وانا شويه، كل واحد يغسل شويه. هنا اهو، والاوضه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اهي كده الاوضه دي خلصت. الدولاب اهو، ده طقم بتاع ميلاد بتاع لافا لافا، كان عاجب هدى فخدته. هيجيب بقى هما مشاية هنا الفناعة كده، هنجيب مشاية الفناعة هنا كده ونعلق الستارة، يبقى كده تمام قوي كده الأوضة خلصت أهي بس كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حلوة لايقة مع السجادة. خلاص، أي حاجة بقى تحطها في الشقة تاني ماليش دعوة، على حسابها خلاص. شكرا شكرا. المرة الجاية أنا عايزة فيلا. ماليش دعوة، أنا عايزة فيلا. إن شاء الله ربنا كرمني وجبت فيلا، هجيب لك فيلا جنبي على طول. حبيبتي حبيبتي، تسلمي يا قلبي، تسلمي. طيب. بصوا يا جماعة، عايزة أفكركم بالتصويت، التصويت ده مجلة وشوشة كل سنة بتعمل استفتاء عشان تختار إيه، هقول لكم بتختار إيه بالظبط. أفضل برنامج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مذيعة، أفضل برنامج طبخ، أفضل حد على السوشيال ميديا، يعني في كل حاجة بتختار واحد كل سنة، بيبقى هو أفضل الأفضل في سنة 2020. فانا من ضمن استفتاءات برامج الطبخ اللي هو برنامج سفره هنيه اللي انا كنت فيه، فانا عشان كده حطيت لكم التصويت عشان خاطر انتوا هما بيختاروا بناء على الجمهور اللي بيدخل يختار، تمام؟ فانا هحط لكم اللينك، ودلوقتي هنزل لكم فيديو في الاخر اوري لكم ازاي طريقه التصويت عشان خاطر الناس اللي ما بتعرفش او مش عارفه تعمله او مش فاهمه ان هو يتعمل ازاي، تمام؟ طبعا بشكر كل الناس اللي الحمد لله بفضل ربنا النهارده داخله على 20,000 اهو، بفضل ربنا. الناس حبايبي اللي متابعيني كلهم صوتوا لها عشان هي تستاهل. يا لهوي، تستاهل وبنت حلال. ربنا يخليك، ربنا يكرمك زي ما بتكرم امك كده حبيبتي يا ماما. واللي يعني اللي انا شايفاه فيكي تشوفيه في صدفه. ربنا يخليك يا ماما. يا رب يا حبيبتي، يا رب كل ام كده وبنت كده. ربنا يخليك. خشوا لها يا حبايبي، صوتوا لها عشان خاطر انتوا تحبوني. ماشي، فانا هحط لكم فيديو في اخر كده لقطه كده اوريكم ازاي تصوتوا بنفس الطريقه بالظبط هتعملوه. وطبعا هو الاستفتاء ناقص عليه شهرين، هو الحفله بتبقى بتاعت وشوشه اخر شهر 12، فمن هنا لشهر 12 باذن الله يكون ربنا كرمنا وخدنا المركز الاول ولا حاجه، دلوقتي المركز الثاني. طبعا انا بشكر كل الناس اللي صوتت، اما الناس بقى داخل قاعده تشتم وتتريق، شكرا ليكم، شغلي هو اللي هيرد عليكم. وانا عملت قناه بتاعت صدفه جاد، عملتها في يوم بقى لها دلوقتي بالظبط النهارده 3 اسابيع، عامله 40,000 مشترك في 3 اسابيع، 40,000. فانا عايز ال 40,000 مشترك دول يخشوا يصوتوا لي في وشوشه، ده طمع بقى. ربنا يكرمك. انا طماعه وطالبه منكم. لا مش طماعه، مجهودك وعرقك وشغلك يا بنتي. يا بنتي يا ماما، فانا متعشمه فيكم خير ان انتوا تصوتوا لي في وشوشه، وهحط لكم الطريقه. طبعا بشكر هدير صديق، اول واحده عملت فيديو، وقناه منوعات،
وهشام متولي حط لي على المنتدى، وعمرو فايز ومنى حنفي ومها نجم، شيماء وشيماء حطت على المنتدى، وشيماء ياسمين حطت، وكل وسعاد حطت، وماما وكل القنوات حطت، وكريم الحديدي كمان حط عنده على المنتدى. فاتن اختي حطت لي على المنتدى. هي عندها منتدى؟ اه هي عندها قناه اصلا؟ لا بس هي حطيت عليكي على الفيسبوك، حطت على الفيسبوك على جوجل. اه دخلت حمات صوتت بس خدت لينك عندها على الفيسبوك. طبعا بشكركم كلكم، وبشكر كل الناس اللي صوتت لي، وكل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني، وبشكركم كلكم الحمد لله بفضل ربنا، وفضل ربنا ودعوات ماما لينا، ووجود المتابعين المحترمين معايا. راضي عنها انا ما كنتش، عشان راضي عنها وحبها حبيبتي، انا ما كنتش وصلت لها كده دلوقتي، بدعيلها ليل ونهار والله. ربنا يخليك يا ماما. اشوفكم بقى على خير يا جماعه. واحد اخر حته في اخر الفيديو هخليها لكم ازاي تصوتوا، عايزه تقول لهم حاجه. لكن الناس اللي بتكره ربنا يهديها، مش اكتر من كده، ربنا يهديها يا رب، ربنا يهديها لنفسها بس. واحنا ماشيين بما يرضي الله، وربنا وقف لها ولاد الحلال في كل خطوه، في كل حاجه، في كل حاجه بتعملها الحمد لله. ربنا يا حبيبتي يا رب يصلح حالكم. الله يخليكم. شكرا لكم كلكم. وصفات المطبخ هتنزل كل يوم زي ما هي في ميعادنا، والقناه الثانيه بنزل فيها الاعلاميه. الناس اللي متابعاني اعذروني، بقالي اسبوع ما بنزلش، مشغوله في الشقه والله. هي كلها كام يوم وتهلكوا وصفات ان شاء الله. بس انا عايزه، كنت عايزه اصور هنا بس البوتاجاز بقى فيه مشكله يومين كده. الغاز يعني، بصوا اهو ركبت لهم الغاز كمان اهو. بص الغاز اهو، الغاز اهو. هاتي بقى الاكل والشرب بالمره. فشركه الغاز لسه هتيجي بكره، لان في ريحه غاز بسيطه في الشقه، فاحنا هيجوا يطمنوا بكره، بعد كده توصل تشتغل بقى براحتها، وصفات بقى وطبخات وحاجات من. طب في الاكل والشرب يا صدفه؟ هنخش اعمل لكم اكل النهارده. لا ما تقفليش، بضحك معاك. لا ما اقدرش، ما عنديش دم يعني. لا يا حبيبتي انا كده كده هعمل غدا. لا ماشي. يلا اشوفكم على خير، كل سنه طيبين، وبنزلوا المولد صوتوا برامج الطبخ. سفره دي هتلاقوا صورتي اخر صوره تحت، لان كنت انا اخر واحده في الاستفتاء. ماشي، السلام عليكم. بصوا حبايبي اهو، ده كده في المنتدى عندي اهو، انا حاطه اللينك اللي كاتبه عليه التصوير، هتروحوا دايسين على اللينك كده هيجي لكم كده برنامج الطبخ لونها اصفر. تمام، تروحوا نازلين تحت خالص هتلاقوا صورتي اخر صوره اللي هي دي، هتروحوا دايسين عليها هتبقى صفرة كده، هي بتبقى بيضة كده بس لما تدوسوها بتبقى صفرة كده، لو ما ظهرش كده تلاقوا كلمة تصويت مكتوبة تحتها كده، هتروحوا دايسين عليها. لأن أنا عندي أنا صوتت لنفسي، فعشان خاطر كده باين عندي إنها صفرة، إن الشخص بيصوت للشخص مرة واحدة بس. طب لو أنتم مش عارفين تخشوا كده، بسيطة جدا، تخشوا من هنا كده أهو، نخرج من هنا كده أهو، تكتبوا وشوشة، الافضل 2020. تمام، استفتاء وشوش الافضل 2020 اهو، تروحوا جايين تحت خالص كده عند كلمة التلفزيون دي، تروحوا دايسين عليها برامج طبخ اهي، نزلوا تحت خالص كده اهو، هتلاقوني اخر اسم اهو، تروحوا برضو دايسين على الصورة كده هتلاقوها بقى اصفر كده، هو ده كده انتوا اخترتوا اسمي. انا الحمد لله بفضل ربنا انا كده في المركز الثاني كده اهو. تمام، بس كده. ومن الفيسبوك برضو نفس الطريقه، او من الواتس برضو بنفس الطريقه.